أعجب ما قالت، ما أدري ليش الشعر ضرب عندي. المهم، من أعجب ما قالت العرب حينما قال، اسمع اسمع، هذه إذا ما مستك لا تنشر، لا تنشر الشعر لو ما مستك. حينما قال الشاعر: لا تلتفت لترى الرماة فربما، يعني لا تنظر للخلف تشوف اللي يرمي عليك السهام، لا تلتفت لترى الرماة فربما فجع الفؤاد برؤية الرامين، فلربما أبصرت خلا خادعا قد بات يرمي في الخفاء سنينا، ولربما أبصرت قوما صنتهم باتوا مع الرامين والمؤذين. كم في الحياة من الفجائع فانطلق، لا تلتفت وذر البلاء دفينا. الله.